هلا حسن، اطلع اطلع. اهلا وسهلا. هلا ابو محمود. شكرا يا جار. عفوا عفوا يا سيدي. السلام عليكم. يا سلام يا سلام، انت ايه حلو الغرام. ضيّت بيت، ضلّعنا من هون. ايش هذا؟ انا ضلّعنا من هون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا علمي بسكري. فهمني شو هذا؟ هذا كنز يا ام محمود، كنز. كنز؟ اه والله شوقتني، ارجيني شو في بالكيس. اسمع، طلعني وانا خدامك طول العمر. يا خربيتي، انا اكيد هاي اختي، بتمزح معي اختي انت صح؟ اخت مين يا هبل؟ انا جن السعاده، طلعني وراح اكون تحت امرك. كمان جني؟ تعال طلعني، الله يستر عليك. انت وينك؟ وينك انت؟ شو كيف الدراسه معك يا ابا؟ ماشي حالها. كماتر معدين الطلاب في المكاتب؟ يا ريتهم يبنوا مدرسة أساسية بطمون. الله كريم يا أبا، على كل حال بدي أروح أنزل وأنت كمان دراستك. يلا سلام. مع السلامة. فهمت ولا عيد لك الحكي؟ تعبتني معاك. لا خلص، فهمت فهمت عليك. ما حد بسمعني غيرك. أكيد، أوكي أوكي خلص. العربي يا دوب أفهمه، احكي عربي. وشكرا لأنك طلعتني من القنينة. العفو العفو، خلص هاي القنينة ما بتلزمش كاين فيها. يعني هلقيت أنا مش شايفك، وينك أنت؟ تعال 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 معاي. شو هذا الجرة؟ يا مرأة، في هاي الجرة محبوس جن السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخفيش، إحنا بدنا نخرجه عشان يحقق كل أمانينا. يا لطيف. ليش كان أبو محمود مرتبك لما حمل الكيس من السيارة؟ لغز لازم أحله. مش ممكن، ليش ما طلع منها؟ مين اللي يطلع؟ شكله أنا مضحك علي، مش هاي الجرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا جار، في شيء؟ فيك تكتم هالسر؟ ولو في بير يا جار. الحقني. بتعرف اني انا حبيتك؟
يا اخي واضح انك محترم ابن الناس يا بجي، بحبك انا. شكرا الله يخليك. الله يسعدك الله يسعدك، والله انك اصيل يا بجي. وين عندك زمان عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك يا اخوي؟ انها بلات؟ هو بتحكي لها؟ لا يا زلمه، قبل احكي لها انا ما بحكيلهاش، قرش علي. مالك؟ معقول؟ انا عارف انك مش راح تصدقني، بس هاي الحقيقه. يعني الكيس اللي كنت حامله؟ بالضبط. طب انا بشو بقدر اساعدك؟ بدي تيجي معي عند الحاج صقر. يعني صقر هو اللي اعطاك الجراه؟ هو دلني على المكان وانا روح جبتها منه. امركم امركم انا ان تفعلوا ما اريد. افعلوا ما اريد. يا شيخ، الجرة اللي أنا أخذتها طلعت مش الجرة، فاضية. استنى شو استنى. صح صح كلامك. والعمل جن السعادة خارج من الجرة. ما عندك أمنيات أحقق لك إياها؟ يا زلمة عندي أمنيات خير الله، بس أنت أصبر علي. يا سيدي بصبر لعيونك. طب شك إيدك بإيدي هون. أيوة يلا تعال. اسمع، الحظ ما بيجي إلا مرة واحدة. يعني؟ يعني الجن مع حد غيرك. طب يا شيخ ما بتقدر تعرف إنه مين؟ أنا رايح أعطيكم أوصافه. يا زلمة كتير شغلات بدي إياها كتير. أقول لك أهم إشي بالبلد هون بير ارتوازي. البلد نحتاج لبير ارتوازي، لأنه المي غالي كتير يا زلمة. شو كمان؟ شو كمان؟ والله شغلات كتير. مشي معايا أقول لك، مشي، حط إيدك بإيدي. اسمع أحكي لك. معناته حسب وصف الشيخ بيحكي عباسي. صحيح كلامك. الو. ابو محمود شو مطول؟ طيب تتاخرش. ماشي، مع السلامه. اسمع، انا عندي امنية اذا بتحقق لي اياها ببوسك من بين عينيك. في شارع اذا بتزفت لي بوفر علينا وعلى البلد 17 كيلو. شو شايفني وزارة اشغال ولا وزارة حكم محلي؟ يا سيدي بلاش بلاش، روح مشي معاي. يلا تعال. وين انت؟ فهمني هلا، لو الجني يجيك وتزبط معك عبيات شو بدك تعمل؟ بصراحة بظبط هالبلد وبزفت كل شوارعها. وشو كمان؟ وببني مدرسة وبزفت الشارع اللي عرضه 14 متر اللي بربط مدخل البلد في وسط البلد وفي نهاية البلد. طيب شو كمان؟ وبزفت الشارع اللي بربط البلد في النصارية. شو كمان؟ بدي أتجوز. بدي أتجوز بدي أتجوز. بلا محمود بلا هوا. بدي أتجوز واحدة حلوة حلوة بتكون طويلة. بدنا